up to this bus? السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من المخلوق الغامض والمخيف الذي صورته كاميرا المراقبة إلى الشيء المرعب الذي وجد في مبنى مهجور، سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشياء مخيفة وغامضة صورتها الكاميرا ولم يجدوا لها تفسيرا، فلنبدأ على بركة الله. يعود هذا الفيديو المرعب لسنة 2016 وقد صوره رجل دخل لوحده لاستكشاف مستشفى مهجور يقال بأنه مسكون، حيث أن العديد من سكان المنطقة يقولون بأنهم يسمعون أصواتا غريبة ومخيفة تأتي من داخل هذا المستشفى خصوصا في أوقات متأخرة من الليل. المهم، عند دخول الرجل للمستشفى في الأول كان كل شيء يمر بشكل عادي، بعد ذلك التقطت الكاميرا بالصدفة شيئا مرعبا تقشعر له الأبدان، فلنشاهد التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. عند تدقيق النظر جيدا يمكن ملاحظة ظهور شخص مستلقي فوق ذلك السرير. استدار الرجل على الفور بالكاميرا، لكن ذلك الشخص اختفى في لمح البصر ولم يعد موجودا. يؤكد صاحب الفيديو بأن ما صوره كان حقيقيا وليس بتمثيل، ويعتقد بأن ما ظهر كان جنا حقيقيا تشكل على تلك الهيئة، وبأن هذا المستشفى المهجور بالفعل مسكون، فما رأيكم؟ هذا الفيديو المخيف والغامض صورته كاميرا مراقبة في باب إحدى المنازل بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد نشره شاب على الريدت يقول بأن أمه من أرسلت إليه هذا التسجيل، وأخبرته بأنها سمعت أصواتا غريبة في مدخل المنزل، فذهبت لمراجعة ما تصوره كاميرا المراقبة، وما رأته كان مخيفا ولا يصدق، فلنشاهد التسجيل.
مخلوق أسود مر بسرعة. كان ذلك المخلوق غريب الشكل ولا يشبه أي نوع من الحيوانات، وكان يصدر صوتا غريبا. الغريب والمخيف أكثر هو أن الامرأة قالت بأن هذه الجهة مغلقة ويوجد بها زجاج، لكن ذلك المخلوق مر من خلال الزجاج بشكل غريب وكأنه غير موجود. بعض المشاهدين لاحظوا كذلك ظهور ظل أسود يتحرك قبل مرور المخلوق. تقول الامرأة بأنها كانت مرعوبة تماما ولم ترى مثل هذا الشيء من قبل، ولحد الآن لم يتم العثور على تفسير منطقي لهذا الشيء وكيف استطاع هذا المخلوق العبور من خلال الزجاجة. أتمنى أن تشاركونا تفسيراتكم في تعليق. الفيديو المخيف التالي نشره رجل على حسابه في الفيسبوك، فبينما كان الرجل يقوم بملء خزان سيارته بالبنزين في محطة وقود بلويزيانا، فجأة لفت انتباهه شيء غريب في حافلة مدرسية فارغة متوقفة في الجهة المقابلة. على الفور حمل هاتفه وصور هذا المشهد الغريب، فلنشاهد التسجيل. Look at that, look at the treasure plan. Look at that. Empty bus. About to go walk up to this bus. Look at that, look at the treasure plan. يمكن ملاحظة ظهور ظلال أطفال يتحركون داخل الحافلة المدرسية رغم أن الحافلة متوقفة وفارغة تماما. يقول الرجل بأنه ذهب للحافلة وبحث فيها لكن لم يجد أي أحد بداخلها، ويضيف بأن هذه الحافلة كانت قديمة ومهترئة ومتوقفة عن العمل. الفيديو أثار جدلا واسعا وشاهده الملايين ولم يتم إعطاء أي تفسير منطقي ومقنع لما ظهر. إذا ما تفسيركم لما حصل؟ كانوا يحتفلون بعيد الميلاد وفجأة حصل شيء مرعب. الفيديو التالي نشرته فتاة تدعى دياز على حسابها في تيك توك، ففي شهر مايو من سنة 2024 وحوالي الساعة 9 ليلا كانت دياز تحتفل بعيد ميلادها رفقة عائلتها الصغيرة، وقد كان هذا أول عيد ميلاد لها بدون أبيها والذي توفي قبل أشهر، لكن قبل وفاته كان قد ترك لها دمية كهدية في عيد ميلادها. وأثناء الاحتفال بعيد الميلاد فجأة حصل شيء مخيف وغامض، فلنشاهد التسجيل. Happy birthday dear Bricky. Happy birthday to you. Make a wish. And many more. Right. Details. All right, here, honey. The girl's got to have a present. This is from me. Yeah. Yeah.
Press its pause, sweetie. Thank you. Hope you're doing well. I'm feeling much, much better now, so. Please, Tommy, come. بينما كانت الفتاة تستمع لرسالة أبيها الصوتية في الدمية، فجأة بدأت لعب شاحنات الإطفاء في العمل من تلقاء نفسها، وقد كانت هذه الشاحنات ملكا لأبيها وكانت شيئا مهما بالنسبة لها. بقي الكل مندهشا مما حصل ويعتقدون بأن الأب كان يحاول بطريقة ما التواصل معهم. ليس هذا فقط، فبعد أسبوع تقريبا وفي وقت متأخر من الليلة استيقظت الفتاة على صوت غريب، وهذا ما حصل. شعرت الفتاة بالخوف عندما رأت الأبواب تفتح من تلقاء نفسها، لكن بعد يومين عن هذا الحدث حصل شيء غريب جعلها تتأكد بأن قرين والدها هو من يحاول التواصل معها. ففي وقت متأخر من الليل استيقظت الفتاة بعد أن لاحظت بأنها تلقت اتصالا في الهاتف من والدها. A call from my dad. He's been gone. Like, I just heard his voice one more time. تلقت الفتاة اتصالا من رقم والدها القديم. بعد ذلك اشتغلت الدمية من تلقاء نفسها وبدأت تتكلم بصوت والدها. تؤكد الفتاة بأن ما تم تصويره كان حقيقيا وليس بتمثيل، وتعتقد بأن والدها لا زال موجودا في المنزل بطريقة ما، ولا زال قريبا منها ويحاول التواصل معها. إذا ما تفسيركم لما ظهر؟ وكما أقول دائما، في الآخر يبقى الحكم الأخير لكم. هذه
الفيديو المخيف التالي يعود لشهر مايو من سنة 2024. الشاب الذي نشر الفيديو يقول بأنه بدأ يعاني مؤخرا من أحداث غامضة ومخيفة بدأت تحصل له داخل منزلها، لكن في هذه الليلة سيعيش أكثر تجربة مرعبة في حياتها. ففي وقت متأخر من الليل استيقظ الشاب على صوت غريب، فحمل الكاميرا وبدأ في التصوير، لكن ما حصل كان مرعبا تقشعر له الأبدان. فلنشاهد التسجيل. الفيديو مرعب جدا لدرجة أنه من الصعب تصديقها، لكن الشاب يقسم ويؤكد بأن ما ظهر في التسجيل حقيقي وليس بتمثيل، وهو الآن مرعوب تماما ويفكر في الانتقال للعيش في مكان آخر. وفي الآخر يبقى الحكم الأخير لكم.